السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم بوصفة جديدة كالعادة اللي هما شبابك الجنة. شبابك الجنة باش نستحقوا لهم زوز عظمات، نص كاس حليب، معناتها هذاك الكاس نتاع 125 مليلتر، معناتها تقريبا 75 هكاك حليب وحسب التكستور. بعد كي تو نشوفوا باكو سكر فاني، ولنا عندي رشة ملح، ولنا كان تراو باش تلقاو زوز الوان، هذوما زوز مغارف فارينة وهذوما اربع مغارف انشاء. اربع مغارف انشاء ما عملتهاش كلها فارينة باش تجي خفيفة وهشوشة، وتتراو كيفاش باش تجينا. وعندي زادة مغارفة خل. نقعد نخلط في الخليط متاعي لين يولي ما فيهش كعاب. باه تو باش نرى التكستور متاع الميلانج كيف ما تراو فيه. انا نحسو جاري، ماشي ماشي بيا التكستور اللي باش تساعدني في الخدمه. هيك علاش باش نزيد مغرفه فارينه، وباش نزيد مغرفة نشا ونارا. مازالت التكستور هكا ناقصة، باش نزيد مغرفة أخرى فارينة، باش نزيد نص مغرفة نشا. كيف ما قلت لكم راهو حجم العظم هو اللي يتحكم لكم في كمية الفارينة منشا، وانتم جربوها مرة وتفهموها. راهو العجين جربوها مرة وتفهموها. تو باش نعمل مغرفة خل. به وظيفة الخل لنا، الخل باش يعطينا خفة، باش يعطينا خفة وباش يعطي العجين بتاعنا ما يكحالش. انتم احنا بينسير باش نغطيوه، اما معناتها كي باش يقعد وقت في الهواء معناتها هكايا ما يكحالش. والا مثلا تجمد ضعف الكميه هذه والخليط هذا راهو يقعد في الفريجيدير يقعد حتى نهاري، معناتها تخدمها اليوم وتستعمل منها معناتها جزء وتحطها وتحط جزء اخر الغدوه راهو يقعد. خبيوه في الفريجيدير بالقدا، غطيوه بالقدا وبرا. كي باش تخبيوه الخل باش يحفظه، باش معناتها باش يصبروا باش يحطوا ما يكحالش. لو كان تجربوها من غير خل وتحطوها تو دوما تخرجوا العجينة متاعكم تراو الفوق تكونت هكايا طبقة قري. هذه التكستور اللي حصلت عليها. تحمر من شيره
وتولي ذهبي رفيسة تحمر، هي نقلبوها شوية ونهزوها. كيف ما ترى لونها الذهبي؟ نكملوا نقلي الكعبات بتاعنا بالشكل هذا. كمل تقليد الكعبات بتاعي كيف ما تراوه فيهم اخذوا اللون الذهبي. نوريكم كعبة قرب كي ملوطة، حاولوا تحمروها بشوية وراو في ساعة تقلي. وكيف ما ريتوهما يجيوا هشيشين على الاخر. اوكي طو هذي العسل بتاعي دفيته شوية، سخنته بالأحرى يكون بين السخونية وبين دافي، معناتها يكون عاقد. هو تلقاو رابط العسل معناتها اللوطة في صندوق الوصف، ونحطو لكم زادة في أول تعليق مثبت كيف ما تراو فيه. يلزم يا إما الشحور سخون وإلا هما سخان، وانتو ما ترميوها معناتها انتو ما تهزوهم بالزيت، تهزوهم بالزيت وبعد كده طول ترميوهم في الشحور. الشحور بارد يكون وقتها، اما الطريقة هذه اسهل واحسن. حطوا كم لقيهم في عقلكم، بعد كده دفيوا الشحور. رح نقلقها هذوما الكعبات بتاعك في بتراو فيها. تجبوا تزينوهم باللي تحبوا، كعبات سينوج، شوية فستق مهروش، شوية لوز مهروش، اللي تحبوا انتوما. لا عندي شوية جلجلي باش نرشهم بالجلجلي بالطريقة هادية. هذه كانت وصفتنا اليوم، كملت شحرت الكعبات متاعي كيف ما تراهم منظرهم ياسر يشهي. يجيو كروكان وبنين تجبو تعملهم السهرية ولا شقان الفطر، وزاد الناس تحب هكا ياسر مطاعم ظاهرة تجبو تزيدو في وسط العسل للي يحبه، بغرفة عطشية ولا مع ورد ولا مع زهر اللي تحبو انتوما، الحاجة اللي تحبوها وتفضلوها. سينو تجمو تعملوها عسل عادي الكل بنين. اتمنى ان الوصفة بتاعي لليوم عجبتكم. هذوما كعبات اخرين جوست شحرتهم حتى بالشهور اكهو ما غير حتى شي مرشوش فوقهم، يجيو بنين ومزيانين. نشيخ لك ذريعة قرميشة متاحة مينا. رمضانكم مبروك وتصوموا بصحة البدن. اللي عجبو الفيديو بتاعي لليوم يعمل لي لايك ويعمل سابوني ويفعل الجرس باش يشوفلو كل جديد، واللي عنده أي استفسار ولا أي سؤال ولا أي حاجة يحط لي في التعليقات وأنا بإذن الله نجاوبه. إلى اللقاء في وصفة قادمة.